لو الحكاية فيها إن فيتو. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر فيتو النهاردة يكون ضيفها نجم من نجوم كرة القدم المصرية، نجم في عالم كرة القدم كلاعب ونجم كمدرب أيضا. الأخلاق الحسنة والنموذج الطيب للاعب كرة القدم كان متمثل في الكابتن أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني. دائما كان نموذج للشباب في الاحترام والأدب خلال وجوده في مسيرته في الملاعب وأيضا خلال مسيرته في التدريب. دائما يتوجه للناحية الصح في كل اختياراته، بعيد تماما عن المشاكل، ليس خوفا منها، وبقدر ما هو يركز في عمله تجده في معسكرات المنتخب الوطني هو ملتزم دائما ومركز في عمله جدا، لا ينشغل بأي أمور جانبية خلال وجوده في مع المنتخب. ضيفنا النهاردة الكابتن أسامة هيجاوب على كل الأسئلة اللي هنقولها. هو يعني قال ما عندوش أي معايير أو تحفظات على أي سؤال من أي نوع. انت شرفتنا يا كابتن أسامة النهاردة، وإحنا فخورين بيك إن أنت موجود معنا النهاردة، لأن أنا على المستوى الشخصي بحترم حضرتك قوي قوي، من الناس اللعيبة اللي يعني بتابعها من التسعينات لما كنت في المنتخب الأولمبي وقبل ما تصعد للمنتخب الأول. فعلا كنت نموذج للاعب المحترم. ربنا يخليك يا استاذ زغلول، انا سعيد جدا بتواجدي معاك وبشكرك على المقدمه اللطيفه دي والرائعه دي، يعني الحقيقه تشكر كتر خيرك. انا عارف ان انت متابع جيد لكل الاحداث، فبشكرك على المقدمه وسعيد ان انا موجود معاك. وتاني بكرر طبعا في التسجيل ان انا ما عنديش اي مانع، ما عنديش اي تحفظات على اي اسئله، وانا برحب باي سؤال لاني ما عنديش ما اخفيه عليكم. يعني الموضوع بسيط وسهل، وزي ما كنا بنتكلم مره دلوقتي ان الموضوع بتاعنا كلنا مش بتاع جهاز فني ولاعيبه واداره، لا بتاعنا بتاع مصر كلنا، مشروع لابد ان احنا كلنا بنحلم بيه ونشتغله. ما عنديش اي تحفظات في اي سؤال، فتحت امركم. نبدا منين يا كابتن؟ ابدا من الحته اللي انت تحبها. نوصل كاس العالم لو اشتغلنا كلنا، مش احنا بس. انا قلت لك من شويه ان احنا الموضوع دلوقتي مناسب دلوقتي، لو اشتغلنا مشروع. لو اشتغلنا من دلوقتي عندنا وقت كويس، محتاج يتنظم، عندنا وقت كويس محتاج يتنظم. احنا ماشيين الى حد ما بخطى افضل كتير من الفترات اللي فاتت، يمكن على المستوى التصفيات احنا متخطين مرحله اللي هي مباريات تصفيات كاس العالم تخطيناها، مباراه تشاد وكان عندنا يعني عسره في مباراه من المباراتين. على المستوى تصفيات كاس الامم الافريقيه احنا نكاد نكون بادين بدايه مختلفه شويه عن البدايات بتاعه الاخفاقات، يعني ممكن احنا عندنا 6 بونت الفتره اللي فاتت بدانا مجموعه تصفيات كان فيها بدايتها كانت فيها اخفاقات وكانت من فرق برضو صغيره، وهي دي اللي عطلتنا الفتره دي. والبدايه بتاعه تصفيات كاس الامم اتخيل ان احنا بادين بدايه موفقه من خلال مباراه تشاد والتنزانيا اللي احنا لعبناهم ب6 بونت. وعايز اقول لك ان البدايات بتفرق، واحنا الحمد لله الاستثمار بتاع البدايه، انت عارف كان عندنا مدير فني جديد تولى المسؤوليه مستر هيكتور كوبر، وبالتالي البدايه بالنسبه لنا بدايه.